تنتو جيل أطفال صغار يتنتو بالله يكبرون في أحضان حبابهم ووالديهم ويكون منهم مغاربة نافعين وطيبين. بغيت نتوجه لهم كل يوم كيف ما كان الهوى نتاع أي بلاد، راه ما كاينش بحال الهوى ديال البلاد نتاعكم. كيف ما كانت السماء، نقول لكم كيف ما كانت زروقية السماء، حتى شي زروقية السماء ما تتشبه الزروقية نتاع بلادكم. جربتها لأنني مدة 3 سنين وأنا في المنفى ومحروم منها، وأنا ذاك عرفت قيمة بلادي. الماء ما تيجينيش حلو، السماء تجيني كحلة، الهواء ما تيتشمش. رجعوا ساعة ساعة لبلادكم، صلوا الرحم مع بلادكم، يعرفوكم المسلمين وتعرفوا المسلمين في المغرب. هذا هو مستقبلكم ومستقبل المغرب. وأخيرا تنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يخليكم دائما عند حسن الظن ويجمع شملكم، ولا تفرقوا شيران ثم سفر. أنا في الخارج لازم تظهروا يد في يد كيف ما بغت كل المشاكل متاعكم. حمروا لنا وجهنا كما عملتوا، الله يجازيكم بخير. وتندعي لكم بالتوفيق وبالنجاح في مشاريعكم وبالسعادة في الأسر متاعكم واللقاء معكم إن شاء الله في المغرب. لملكنا المحبوب أنا وغاني للعرش العلوي.